يمكنش. كاين ايضا كاين الرجاء. الرجاء 26 مايو كانت محطه نقولوا منعطف، نقولوا منعرج، نقولوا كرواز ما. الرجاء الان يعود السي محمد بودريقه، شتي شنو الحركه اللي كاين الان؟ الرجاويين كلهم تعبوا من المشاكل، ما بقاوش بغاو يسمعوا كلمه ازمه وكلمه ليتيج والملاير صاحبي كثير داك الشيء. بالفعل استاذي سي محمد ابو سال، الرجاء الرياضي المغربي ارتبط مؤخرا والسنين الاخيره بالازمات، رغم انه كان دخلت 2016 فاش خرج سعيد حسن قال لك 23 مليار، فاش قال لك 17 ثم قال لك 23 ومن مليار. بعد سمعنا استاذ اسمه محمد بوسر بان دخلت الملاير، بان راه تفك الازمه ديال فريق الرجاء، مش نتائج عشان بقات ازمه في ازمه. مع العلم ان كاين تفريط كبير في ابناء الفريق. نعم، انت دابا كتقول عندك ليتيج مع اللاعبين كتجيبهم، هادشي خصك توصلوا رساله، خصك تجالس الناس، دير ندوه صحفيه وتوصل الناس اننا ولاد العام ولا عامين راه ما غاديش ندير هذه، غادي نلعب على هذه، غادي نلعب وليدات النادي بحال الشكل اللي كان واحد لقيت دار جمال السلامي، غادي نغامروا وغادي نلعبوا بوليدات ديالنا. مع العلم عنده جميع المخوت، خصنا نصبروا عليهم. اول حاجه ما يكونش على الكاهل ديالك، ما غاديش يكون عنده امكانيات كتمشى. ثاني حاجه اخرى، ولد الفرقه ديما غادي يعطيك مزيان. حنا اللعاب دابا في المثل الوداد وفي الرجاء، نهضروا على الرجاء حيت كتهضر على الرجاء، كيدوز جميع المراحل، كيوصل حتى راس العين باش يشترك، كيقولوا سير في حالاتك وكيمشي كيلعب فرق اخرى كيعاونوا يشريوه. بالفعل كاين، انا كنظن ان هذا المكتب المسير جا جديد الله يجازيهم بخير، راه كاين لاعبين في المستوى الكبير ديال فريق الامل ديال الرجاء، عطوا الفرصه للاعبين. وراه الجماهير شي راه كيشوف الفرقه، راه كيف ما كان وقت كيخطا كيتعاطفوا معاه، وراه يخطا ماتش جوج ولكن غيكون في مستوى، وهذا غادي يرجع بالنفع الرجاء لانه ما غاديش يكونوا لي كونترا ويكونوا بزاف د ليتيج. سي هشام، سي عبد الرحيم، سي مصطفى، هذا المدرب اللي جا الان غادي يدرب الرجاء مدرب الماني من المدرسه الالمانيه جوزيف زين باور، واش فراسك على ان سي هشام سي عبد الرحيم الرجاء انتصرت عليه مع اورلاندو بيراتس 4-0 مدينة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء نهار 23 ماي في اياب ربع النهائي، هذا ما كيقللش من القيمة ديالو، ولكن هو يعرف الرجاء جيدا. سي مصطفى الحداوي، وانا سمعت هشام تكلم على شي حوايج ونقاط مهمة جدا اللي تيكون الفريق في أزمة مالية خانقة، وتيكون واحد التدبير وتسيير اللي ما نجحش في واحد الفترات وخلى تراكمات. الان انا تنشوف بان العدد من الناس اللي ما بغاوش ياخذوا الرئاسه ديال فريق الرجاء، بطريقه اللي خذا بشجاعه خذا زمام الامور. بالنسبه لي انايا الناس خاصها تساندوا دابا، الفريق خاصو يرجع للسكه الصحيحه ديالو. نعم، وخاص ما تكونش تعاقدات كثيره، خاصي باش تخرج من ذوك الازمات في الملفات العالقه في الغرفه ديال النساء يعني تمشي على قد فلوس، تمشي الراجع على قد فلوس. وهو دابا بالنسبه لي هذا الرجوع ديالو راه خدا خبره من المره اللي كان فيها هكا رئيس، مع السياسه اللي تخليها نضج، عرف عاش الازمات ديال الرؤساء اللي دازوا من في الرجاء قبل من هذا الرجوع ديالو. انسان تيكون عنده واحد الخبره، خدا من السنين، خدا من هذا، تنتمنى ليه بانه ما تكونش اغلاط، بانه كل شيء ساندوس مع هذيك الفرقه ديالنا. وحنا ما تنبغيوش نهضروا عليها بشي حوايج اللي تتبان لك الناس اخرين صحفيين متتبعين عندهم الحق انهم تعرفوا. حنا ما عمر شي واحد لاعب ديال الرجاء سابق ولا في الجمعيه ديالنا ديال اللاعبين سابقين ديال فريق رجاء اللي ما عمر شي مكتب جا اجتمع معاهم. السي محمد كيمشي يقول لك غنجتمع، اي رئيس تيجي راه غيكون عندي اجتماع مع الجمهور ديال الرجاء، وغيكون عندي اجتماع مع العلماء، والعلماء اللي لعبوها اللي دواوها ما ديرش معاهم اجتماع. واحد خمسه ولا سته الناس، ما كاينش باصير، ما كاينش بوينيني، ما كاينش فلان، يجيو ما عمرهم طلبوا لك فلوس، ما عمرهم جاو زعجوا الفرقه، ما عمرهم دائما هنايا باش يدعموا اللاعبين. بوينيني ديما تما، كاع اللعابه هادو اللي طلعوا اللي في المدرسه واللي في هذه تيجي تعطيهم ما تجيبو تشري لهم الصبابط تشري لهم هادو، كلهم عاقلين عليه من اللي بداو الدراري في ذاك السونتر اللي عندنا. هادشي خيارات اللي مهمه جدا، تريح هضر يعطيك راي، لان ديما هو في التيران ذاك اللاعب ديما تيشوف ديما تيسول اللعابه تيجيو يسلموا عليه، قريب من التيران، قريب من اللعب، من المشاكل ومن الحياه اليوميه ديال هذوك الوليدات، وعنده خبره.
وتيموت على الفرقه ما عمري اديك راه هشام قال لك ولاد الفرقه ما عمرتي ما اديش نعم تخيب الطن ديالك. ونتمنى بان ابو دريقه الناس اللي داروا معاه يعاونوه ويزيدوا معاه القدام، وراه عنده مستشارين عنده ناس اللي يقدر راه السبع الكاتب العام ديالنا راه قالها في نعم عبد الخالق ليه قال لي راه كاينين لعابه اللي دازوا كاينين عندنا لعابه ديالنا راه خدامين في الفريق والاخرين ما تيوتوش عليهم يبغيو ياخذوا البلايص ديالهم، ولكن كاين مراكز اخرى اللي يقدر يستافد منهم بودريقه حطهم بعض الاخوان عندهم خبره عندهم دبلومات ديالهم عندهم اراء غادي يفيدوا الفريق ويزيدوا. وهذه رسائل ديال مصطفى الحداوي. نعم شكرا جزيلا لمصطفى الحداوي.